سنعرض هذه الصور المباشرة للطائرة التي ستنقل أولى دفعات طالبي اللجوء من لندن إلى رواندا. إذن هذه هي الطائرة التي لم تكشف الحكومة البريطانية عن تفاصيل تتعلق بهوية أو عدد الأشخاص الذين سيتم ترحيلهم من بريطانيا على أول على متن أول رحلة ترحيل متجهة إلى رواندا في إطار اتفاق الهجرة. So on the first...